زعلانة؟ سيلا ليه صار هيك؟ ابو مرام قوم نروح لهي. ويا صباح الخير والأمل والفرح والسعادة على قلوبكم حبايبي، كيفكم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. رجعت لكم بفيديو جديد، واليوم هيك عندي شغل كتير يعني براك أنا وزوجي، فصورت لكم شوية مقاطع جزء من روتيني لهذا اليوم يعني بالذات وشاركتكم إياه. كتير صبايا سألوني بالفيديو الماضي عن هذا الحاف، من وين أخدته، شو اسم المحل الموقعه. ذكرت أنا بقلب الفيديو أنه وين المحل بأثنيورت، منطقة مهتار الشمي مواجه فروج الحمراء، اللي يعني بيعرف المنطقة بيعرف هذا الموقع. وسعره بس 250 ليرة، لأنه هذا المحل فاتح بس بسعر الجملة يعني، فبضاعة مكدسة وعم بيعوها. فهيك ضبطت شوي غرفة النوم على السريع وضبطت البيت يعني، وبدنا نطلع. بما انه طلعنا من البيت بكير، فلا فطرنا ولا اكلنا، وصار وقت الغدا يعني بعد الظهر وقت العصريات. دخلنا على المطعم، كنا محتارين شو بدنا ناكل، فخلص قررنا شاورما، والشاورما اللي يعني بمنطقه جمهوريه بالكديزو اطيب شيء عند الاغر. طلبنا هي الشاورما اللحمه، بصراحه اول مره باكلها من عنده، كتير طيبه بس كتير كتير دسمه يعني. الوجبه اكلت منها ربعه وشبعت، لهيك اخذت الباقي معي على البيت. بنفس المنطقة بجمهورية في بازار بيفتح سبت وخميس، هذا بازار المغطى كتير كتير حلو، وكل فترة وفترة هيك بحاول روح عليه. وهو في باصات يعني بتاخد من قلب أثنيورت عليه باصات مجانية للبلدية، فدخلت هيك أنا وزوجي فتلنا تمشينا فيه، أخذنا هيك كم غراض منه. يعني ما بيصير ندخل على البازار بدون ما ناخد أغراض، وهو تبع يوم الخميس ما فيه خضرة، بس يعني هيك تياب مستلزمات أحذية وهي الشغلات. إذا أخذنا هي صابون ناخذ هيك ولا ناخذ ورد من هي؟ لأنه شو بدنا إياها هي؟ عندي شيء كثير جسر شيء بعد لسه هي هي ايوه تبو هي ما وقت بروح لهونيك بصير يعني ما هيك هي بسطة الروايح والبخور كتير كتير حلوة، الروايح الموجودة عندهم يعني هيك مميزة، مو وين ما كان ممكن تلاقوها. فأخذت هيك ريحتين، ريحة نظافة وريحة ورد كتير حلوين، بغيروا هيك ريحة البيت وريحة الجو. وهي البسطة هي أول مرة بشوفها، هيك أشغال يدوية، فنجين وهيك شغلات كلهم شغل إيدي اللي هيك
الصبية اللي قاعدة يعني هي شاغلتهم فناجين بأشكال ديزاينات، ممكن انتو تطلبوا كمان الشيء اللي على ذوقكم. قالت لي انه في عندها صفحة على الانستغرام، هلا بارجيكم اياها. انا بقلب الفيديو يعني فتلت الفنجان، موجود على كل فنجان لانه تحته اسم الصفحة اللي هي بتشتغل عليها، بتحسنوا تطلبوا منها من الصفحة. يعني كتير حلوة الديزاينات اللي بتعملها، فأخذت من عندها كمان هيك فناجين. وأسعارها أبداً أبداً يعني ما أنا غالية، بما أنه شغل إيد فبتلاقوا أشغال يدوية هي شوي غالية، بس عندها الأسعار كتير يعني مناسبة. المسويات كان عندنا موعد لدكتور اسنان لسيلا، يعني دكتور اسنان هو مختص اطفال، يعني بيعالج اطفال، يستقبل اطفال. فهيك في عند الاسنان الاماميه طلعوا اللي ورا ولساتهم هن موجودين، فرحنا لنشيل لهم السن القديم. مش هيطلع لك السن الجديد؟ طلع خايفه شيء؟ بابا وعدني انه اذا ما بكيت عند الدكتور رح يجيب لي هديه. يا عين، هذا السن القديم حنقيمه عند الدكتور، الجديد طلع تحته. شو شاطره انتي، ما ناموا السنه؟ ورجيني ورجيني، ليش زعلانه سيلا؟ سيلا زعلانه لانه قامت سنانه. وين رايحين؟ تشتري لعبة؟ خلصنا من عند الدكتور وهيك رجعنا على البيت. بس كنت بدي لكم على شغله، في كتير اجتني تعليقات انه خدي بنتك اعملي لها تقويم، خدي بنتك اسنانها مو ظابطين. في كتير بنات كتبوا لي، يعني اكيد انا ملاحظه انه في شيء بسنانها وفي شيء بالفك عندها يعني، فاكيد انا اخذتها. وما بيصير يعني ما بنحسن نعمل شيء هلا للاسنان او للفك لحتى تبدل اقل شيء الاربعه اللي فوق والاربعه اللي تحت. بس نحن هلا اخذناها شلنا لها هيك الاسنان الاماميه لانه طالعين الدائمات وهن لسه موجودين وما عم ينشالوا، فلهيك شلاهم الدكتور خدرها وشلاهم. والحمد لله يعني هلا الوضع طبيعي، وقال لي لسه ما بتحسني تعملي شيء هلا بالنسبه للتقويم، لتبدل كل اسنان الاقل شيء الاماميات، بعد منها بشوفها دكتور مختص تقويم. هون عم اورجيكم الشغلات اللي اخذتها من البازار. اخذت هي شكله المفاتيح كثير حبيتها، اخذت لي شقفه من قلبي، واخذت هي النبخره الصغيره بتصير على الشكلين، يعني بتاخذ العيدان البخور وبتاخذ القطع الصغيره، واخذت هدول الفنجانين كمان هيك بيجوا هيك للبنت وللشب، وهدول الروايح شفتون معي بالسوق اللي كنت عم هيك شمشمون. اليوم عندي عزيمة وعم جهز الأطفال اللي بدي أحطها على السفرة على بكير. فأول شي عملته السمك الليفريك، شاركتكم إياه الفيديو الماضي من البازار، كنت أخذتهم كتير طيب هذا على الشوي، بنصحكم فيه. يعني الحسك فيه بس المشط حسكه كبير، يعني ما فيه حسك ناعم. نظفتهم منيح، نشفتهم بالمحارم يعني حتى ما ضل فيهم شي أبدا. عصرت ليمون، حطيت زيت كمان، بتحبوا زيت زيتون أو زيت نباتي اللي بدكم إياه، وبتحطوا بهارات، انا بحط كمون وكزبره ناشفه، وبحط كمان ملح وفلفل وفلفل احمر، وبحط كمان بهارات الثوم والبصل بودره بحطهم هدول، خلطتهم منيح مع بعضهم. وبدهن بقى السمك هيك من قلبها من فوقها من تحتها كلها هيك بشبعها من الصوص. وفيكم دغري تشوها، انا يعني قبل بوقت ساويتها وغلفتها مشان وقت بدي احطها بالفرن تكون جاهزه معي. كمان هيك بعمل فتحات بنصها هيك مشان تفوت التتبيلة منيح لقلب اللحم، تعطي طعمة طيبة وبس.
بتقدروا تشووا معها الخضار اللي بتحبوها مثل الفليفله، الفطر، البصل، بطاطا، ممكن دول بيلبقوا. لا اياما انا بحط يعني، واياما لا هاليوم حبيت هيك اتركها لحالها يعني، السمكه تنشوى هيك لحالها مثل ما شفتوا. غلفتها بورق زبده وبورق السلوفان مشان بس وقت بدي اشويها دغري احطها بالفرن. ما بتاخذ كثير وقت بالفرن، تقريبا نص ساعه، بعدين بشيل اخر شيء اخر 10 دقائق بشيل كل الورق اللي حطيته عليها وبتنشوى شوي مشان تتحمر. عندي هون ملفوف عاملته بالمحشي التركي، يعني الحشوة على الطريقة التركية، وعندي فليفلة شاركتكم اياها من قبل. مثل ما شفتوا في اطباق تانية كمان عملتها، بس ما شاركتكم اياهم كلهم عشان ما يصير الفيديو طويل، ومشاركتكم من قبل انا الفليفله يعني المحشيه. فنفس الحشوه عملتها للملفوف كمان هيك لفيتها بنفس الحشوه، حطيتهم على النار بس كل شيء لحاله يعني طبخته. وهون عندي باذنجان قليته بالقلايه الهوائيه، وبتحسنوا بتقلوه عادي يعني، وهيك فتحته بالنص وصرت احشي بس لحمه وبصل يعني، ما في شيء تاني بس هيك لحمه وبصله ومع بهاراتها. واخر شيء بدوب معلقتين هيك دبس بندوره مع شويه مي، بحط لهم هيك ملح وفلفل وبحطهم فوقهم، وبزينت وشها بالبندوره. وممكن تحطوا كمان فليفله او بصل اللي بتحبوه انتو، وعلى الفرن شغلتك ربع ساعه بتكون جاهزه كمان. وعملت نوع سمك تاني اللي هو سمك الفيلي، بس شرحات الفيلي قطعتهم هيك مثل ما شفتوا أصابع مشان الأولاد بيحبوا يعني، وأسلم للأولاد ما يأكلوها بالحسب. قطعتهم هيك وحطيت لهم نفس التتبيلة اللي حطيتها للسمك المشوي، لأنه أنا حشويهم بالقلاية الهوائية. فهيك دهنتهم ودغري غطستهم بشوية طحين، حاطت له شوية ملح وفلفل، وبعد ما خلصوا حطيتهم بالقلاية الهوائية كمان أخذوا شغلة ربع ساعة كانوا جاهزين. والطبق الرابع هو تاكل الدجاج، حطيت البصلة قليتها شوي، حطيت عليها الصدورة يعني المقطعة هيك لشرحات رفيعة، قليتهم منيح منيح، بعدين حطيت عليهم هيك فطر كمان مقطعته، وبدي احط عليهم هيك ذرة وفليفلة كمان مقطعتها، بتطلع كتير كتير طيبة هيك مع بعضهم يعني. بقلبهم كتير منيح، بتركهم هيك شغلة 10 دقايق مع بعضهم لحتى ياخدوا النكهات. حطيت لهم ملح فلفل وبابريكا حمرة يعني، وحطيت اوريجانو، شوية اوريجانو يعني كتير بيعطيها هيك طعمة طيبة ولمسة هيك خاصة. والخبز هذا خبز التورتيلا او اللواش اللي موجود بالبيم او الشوك او هدول السوبر ماركات، بس السميك مو نرقي، بيطلع هيك ازرف يعني. عبيتهم كلهم هيك صفيتهم مثل ما لكم شايفين، وبعدين حطيت على الوش من الجبنة الاشقوان او موتزاريلا، اي نوع جبنة انتم متوفر عندكم. وبعد منها بقى هيك على الفرن شغلة 10 دقايق من فوق ومن تحت سوا مشان هيك تقرمش الخبزة وتصير شقفة واحدة. وعملت صوص الليمون والثوم مشان السمك يعني، طيب هيك جنب السمك، عصرت ليمون حطيت ثوم شوية ملح وأكيد زيت زيتون كتير بيطلع معه طيب. هلا نحن اكيد اكثر من 6 اشخاص، فطاوله السفره ما حتسع، فعملت هيك طاوله للكبار طاوله السفره، وحطيت طاوله صغيره للاولاد قعدوا عليها هيك على الارض.
وبعد هالأكل الظريف والسفرة الحلوة صار بدها فنجان قهوة جنب هيك صحن الحلو. وقبل ما ينتهي الفيديو حابة أذكركم إذا ما كنتم مشتركين بالقناة، لأنه الإحصائيات عندي بالقناة عم تقلي اللي عم يشاهدوا عندي الفيديوهات هنن مالهم مشتركين، يعني اللي عم يشاهدوا اللي مو مشتركين أكثر من المشتركين. فلهيك إذا كنتوا حابين الفيديوهات حابين المحتوى لا تنسوا تحطوا لي لايك، وإذا ما كنتوا مشتركين تشتركوا وتفعلوا الجرس على الكل حتى يوصلكم مني كل جديد. وهون كنت عم حط الحلويات يلي جابون ضيوفنا، يسلم ايديهم يا رب، الاكلير والهيك والوربات والشغلات الظريفة. وكنا جايبين كمان نحن البقلاوة والنابلسية. تحسوا حالكم على الجمعة، يعني ما بعرف ليش بتذكر هيك رمضان وصفر رمضان وأعداد رمضان. الله هيك يعيدوا علينا يا رب بالصحة والعافية ونوصل له إن شاء الله هيك سالمين يا رب جميعاً.